C'est des copies faites pour expliquer. Ce que vous avez ici exposé sont toutes les autres. Je sais que c'est une bonne chose d'avoir une valise pédagogique avec des pièces. C'est bien. إذن هذه المبادرة وهذا المعرض كيجي في إطار تثمين أولا تعريف بالتراث ديال الجهة الشرقية، تراث ثقافي الأركيولوجي والطبيعي اللي تزخر به المنطقة الشرقية. إذن هذا اللقاء وهذه المعروضات جات نتيجة ديال الأبحاث ميدانية لأساتذة من جامعة محمد الأول ومشاركة طلبة وبتنسيق ومشاركة في إطار مشاريع علمية مع جامعات أخرى إسبانية وفرنسية منها تاراغونا وباريس. إذن من خلال هذه الاكتشافات والتحريات الميدانية يعني تأكد بالملموس أن هذه المنطقة غنية جدا، حيث عثرنا على بقايا حضارات عديدة من هذه الحضارة الأشولية، الحضارة المستيرية، الحضارة العاتيرية والإبروموريزية والحضارة النيوليثية. إذن هذه الحضارات جلها تتواجد في جميع أنحاء العالم. إذن هذه المنطقة كانت كسائر المناطق في العالم يعني سكنها الإنسان القديم وترك لنا هذه الآثار وهذه اللغة الأثرية. إذن هذا الاسم أو العنوان ديال العرض ديالنا وهو يعني ماضي جهة الشرق عبر الوثيقة الأركيولوجية والوثيقة الأثرية. إذن الوثائق الأركيولوجية حنايا كنلقاوهم في الطبقات الأركيولوجية، من كنديروا حفريات هذيك الطبقات الأركيولوجية وكنلقاو اللقاء الأثرية، إما أدوات صنعها الإنسان القديم تتجلى في هذه الأدوات اللي كنسميوها الصناعة الحجرية، أو بقايا الوحيش اللي كان يعني مصدر العيش ديال الإنسان القديم، أو لا إلا كنا محظوظين نلقاو حتى بقايا الإنسان القديم مثل تفوغالت، مغارة تفوغالت، مغارة عين قنفودة، ومغارة غفاس. إذن هذو هما الوثيقة اللي عليها نستندو باش نعيدوا التاريخ ديال المنطقة. إذن من خلال هذه المعروضات يعني اللي عندنا هنا كيبين لنا هو مثلا هذه الحضارة اللي نسميوها الحضارة الأشورية. إذن هذه الحضارة الأشورية هي تتكون من بقايا أدوات حجرية، وهي أدوات حجرية محددة الطرفين كنسميوها لبيفاس، ولكن إن الإنسان أو أدوات حجرية للإنسان ما قبل التاريخ اكتشفت بجهة الشرق. يعني ظهور فكرة صناعة الأدوات الحجرية هي أول دراية ديال الإنسان القديم وتعبر لنا على ظهور البعد الثقافي بهذه المنطقة. إذن هناك من نماذج من صناعة الأدوات الحجرية اللي عرفنا عليها. كتجي واحد الحضارات أخرين، الحضارة المستيرية والحضارة العاتيرية مثلا، عثرنا على رؤوس رماح بمقبض عاتيرية، وهذه موجودة في جل المناطق المغاربية ومناطق الصحراء. إذن هذه كتجي واحد المرحلة أخرى اللي هي العصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث هي كتجلى في ظهور فكرة الاهتمام بالزراعة وتدجين الحيوان. إذن كيكون هناك واحد تغيير جذري ديال نمط العيش الإنسان. اللقاء الأثرية اللي كان عثروا عليها كتختلف، كتجلى في الفؤوس الحجرية المسقولة وأدوات للطحن. إذن هناك من خلال العصر الحجري الحديث أو العصر النيوليثي ظهر تغيير جذري في نمط عيش الإنسان، ويتجلى في ظهور الزراعة وتدجين الحيوانات والنباتات اللي كيسميوها ذوي الاختصاص ثورة الغذاء وصناعة الفخار والاستقرار الدائم. هذا جاء ترتب عن ذلك تحول من مجتمعات مستهلكة ومتنقلة خلال العصر الحجري القديم إلى مجتمعات منتجة ومستقرة في العصر الحجري الحديث. الأدوات اللي عثرنا عليها، كان واحد الاهتمام آخر أن الإنسان القديم كان يهتم بالفن، يعني عندنا دلالة بظهور يعني لقاء أثرية تدل على اهتمام الإنسان القديم بالفن والتزيين الذين يجسدون
يجسدان يعني ظهور الفكر الرمزي. إذا الجمالية كانت حاضرة، يعني الإنسان القديم صنع واحد القلادة من قشور بيض النعام. إذا هذا كيدل على التطور العقلي الفكري ديال الإنسان القديم. إذا هذو هما المعروضات. كاين مثلا من خلال هذه المعروضات كنشوفوا يعني تسلسل ديال الطبقات الأركيولوجية وفيها الحضارات القديمة. إذا الحفريات الأثرية أن جهة الشرق شهدت عقب العديد من حضارات ما قبل التاريخ والتي تركت لنا آثار مهمة. إذن هذه الحضارات حسب القدم كما قلنا الأشولية، المستيرية، العاتيرية، الإبروموريزية، العصر الحجري الحديث. إذن هذه الأسماء ولكن عندها مواصفات، عندها أدوات خاصة بهذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. هذا الفضاء الذي خصص لعرض تحف ومشغولات متحفية بفضاء المعرض المخصص للاقتصاد التضامني والاجتماعي يهدف إلى إبراز ثروة اقتصادية لا يعرفها أحد أو لا ينظر إليها أنها ثروة اقتصادية، ونقصد بها تلك الوثائق المادية وتلك الشواهد الأثرية التي تختزل مجموعة من المعارف ومن المهارات اللامادية التي يمكن أن نسترجعها ونسترجع مضمونها ونقدمها للزائر. في هذا الإطار شغلت المديرية الجهوية للثقافة بمعية كلية العلوم جامعة محمد الأول وعلى رأسها الأستاذ حسن أوراق من أجل عرض مجموعة من المشغولات كما ذكرنا ومجموعة من اللقاء لهذا الهدف، وتمتد من فترة ما قبل التاريخ من العصر الحجري القديم، فترة الأشولية، فترة المستيرية، الفترات العاتيرية، وصولا إلى فترات الإبروموريا وفترات العصر الحجري الحديث. هكذا تبين هذه المشغولات كيف تطرق الإنسان إلى فكرة الصناعة وكيف انتقل من صياد يعيش على التقاط بعض الأثمار إلى ذلك الشخص الذي يفكر ويبدع ويشتغل ويصنع وصولا إلى الثورة الزراعية. والثورة الزراعية كانت وراء اكتشاف الخزف ووراء الصناعات المعدنية. هذه الآثار وصولا طبعا حتى إلى الآثار التاريخية نجدها في منطقتنا الشرقية، نجدها في جهة الشرق تتنتثر أو تتناثر بين بعض المغارات والملاجئ والكهوف كمغارة تفوغالد ومغارة قنفودة ومغارة إفرين عمار بالناظور، وبعض المواقع التي نجد فيها النقوش الصخرية وبداية الوعي الفني لدى الإنسان كموقع شيرة في قصر إيش أو موقع الحتامة. وتجد كذلك مجموعة من الآثار التاريخية كالمواقع الأثرية لغساسة وطازوضة وأمجاو التي نجد ذكرها في المصادر التاريخية. وكل هذا جميعه يكون تلك الثروة الأثرية التي يجب الحفاظ عليها ونقلها إلى الناشئة جيلا بعد جيل. فهذه الآثار رسالة وصلتنا من الأجداد ونحن مؤتمنون عليها حتى ننقلها إلى أبنائنا، عسى أن يمكن الله سبحانه وتعالى من فهم مكنوناتنا. شكرا لكم.